نروح مع حضراتكم لموضوع آخر وأبطال البيئة. إيه أبطال البيئة؟ دي مبادرة مختلفة بتعاون بين وزارتي البيئة والتعليم والسفارة الألمانية، هدفها نشر الوعي البيئي بين طلبة المدارس. المختلف في هذه المسابقة إنها حولت الطلبة لجزء فاعل في المحافظة على البيئة، وخلتهم كمان يفكروا ويبقوا قادرين إن هم يحطوا بنفسهم حلول. عشان نشوف 10 مشروعات واعدة هتكلمنا عنها الأستاذة هبة حنبوتة، منسق مشروع مدارس المستقبل من معهد جوتا الإسكندرية والمشرف على مبادرة أبطال البيئة. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر. صباح النور، صباح النور لحضرتك. أهلا بيكي يا فندم. في البداية حابين نعرف ونعرف السادة المشاهدين مين هم أبطال البيئة والفئة العمرية المستهدفة، يعني كلمينا أكتر عن هذه المبادرة. المبادرة دي مبادرة مدارس شركاء المستقبل، هي مبادرة ليها دعم من وزارة الخارجية الألمانية، وهي موجودة على مستوى الجمهورية في مدن مختلفة ومحافظات مختلفة، دمياط والقاهرة والبحيرة والإسكندرية. المبادرة دي شريكة مع 20 مدرسة على مستوى الجمهورية، لكن اللي شارك في هذا المشروع 10 مدارس. الطلبة عمرهم من 12 ل 14 تقريبا، وهم من كل مدرسة مجموعة من الطلاب خططوا ونفذوا مشروع في البيئة المحيطة بيهم أو في مدرستهم بشكل مباشر. الطلبة كانوا مهتمين جدا بالموضوع البيئة، وتناولوا في ورش عمل مختلفة ايه المشاكل البيئية وحددوها، وحددوا المشاكل البيئية الموجودة في محافظتهم، وخططوا للمشروعات دي بنفسهم بدعم صغير من المدرسين ومن المنظمين، مع معهد جوتا الإسكندرية والشريك في المشروع يلسنج جرين. وصلنا لهم ازاي الأهداف العالمية والمشكلة من خلال تطبيق المشروعات بتاعتهم؟ يعني احنا هل تم توعية الطلاب بأهمية قضية تغير المناخ وقضية البيئة؟ طبعاً. اتفضلي. في خلال ورش العمل احنا اتكلمنا معاهم وعملنا زي حلقات نقاش وورش عمل، ورحنا لرحلات ميدانية لمصنع ضريف في القاهرة لإعادة تجديد البلاستيك، والطلبة بنفسهم جابوا معاهم في الرحلة الميدانية دي أزايز مستخدمة وحطوها بنفسهم في البرودكشن لاين، خط الإنتاج، وشافوها وهي بيعاد تدويرها. ورحنا في كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية وشفنا السولار انرجي اللي هو الطاقة الشمسية، المحطة للطاقة الشمسية، وتعلموا كتير عن الطاقات المتجددة. وفي سوهاج احنا رحنا جزيرة كرمان واتفرجوا على الثوب المختلفة وعلى طرق الزراعة المستدامة، وتعلموا عن طرق الري المستدامة والري بالتنقيط وهكذا. فهم مش بس من خلال ورش عمل، لا كمان من رحلات ميدانية مختلفة أخذوا المعلومات دي كلها، وبعدين بدأوا ينفذوا مشروعهم. المشروعات اللي نفذوها واللي اتعرضت امبارح في السفارة الألمانية هي مثلا إعادة تدوير الملابس القديمة، والمدرسة قامت بإعادة تدوير الملابس القديمة، ومدرسة تانية عملت استبدال للألعاب البلاستيك بألعاب خشبية، وفعلا صنعوا ألعاب خشبية وراحوا الحضانات بأنفسهم ولعبوا مع أطفال الألعاب الخشبية وعملوا توعية إن الألعاب الخشبية أحسن من الألعاب البلاستيكية. في مدرسة تانية عملت تحويل خلال ورشة عمل، عملت تحويل للزيوت المستخدمة إلى صابون. حلو قوي. والصابون ده بدأوا يحطوه في المدرسة، وهيبطلوا يشتروا صابون خلاص، لأن هم هيستخدموا الزيوت هيحولوها ويعيدوا استخدامها لصابون. مدرسة تانية عملت في سوهاج، عملت نموذج إنارة أعمدة النور في الشوارع بالطاقة الشمسية وإضافة أجهزة استشعار لترشيد استهلاك الكهرباء، وبيأملوا إن النموذج بتاعهم ده ينفع يتنفذ على الواقع، بالذات إن سوهاج الطاقة الشمسية فيها ممكن نستخدمها أحسن بكتير من دلوقتي. دكتور هبة، الحقيقة المشروعات كلها يعني واحنا بنسمعها من حضرتك مشروعات هامة جدا، بس أكيد من الأول كان في مراحل توعية زي ما حضرتك اتكلمتي، وأكيد كان في أشخاص بتساعدهم كمان عشان يقدروا ينفذوا المشروعات دي. أيوة طبعا، المشروع بينفذه معهد جوتا الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة يوسينج جرين، وبدعم من السفارة الألمانية ومن منتدى المناخ بالقاهرة.
وده الجزء اللي دول الاطراف اللي بتدعم المشروع ده، وطبعا المدارس الشريكه، اداره المدارس كلها يعني بتدعم الطلبه وبتدعم المشروع، والطلبه نفسهم يعني بصراحه كانوا مهتمين جدا و very active يعني. هل كان في مراحل للموضوع ده؟ يعني بداتوا ازاي؟ وصلتوا لايه؟ هتنتهوا لايه؟ بدانا ان احنا بعتنا في المدارس مين يحب يشارك. حوالي 800 طالب قدم ان هو عايز يشارك في المشروع ده، واحنا اخترنا حوالي 90 فقط من ال 800، وال 90 طالب دول بدانا عملنا 3 ستيشن، ستيشن في القاهره، ستيشن في اسكندريه، وستيشن في سوهاج. وفي كل ستيشن عملنا الورش العمل والرحلات الميدانية، وبدأنا معاهم في التخطيط وتنفيذ مشروعاتهم في المحافظات المختلفة. وامبارح هم عرضوها، وتم توثيق جميع المشاريع في فيديوهات وثائقية، وهذه اللي اتعرضت امبارح. طيب دكتور، الحقيقة المشروع ده أو المبادرة دي هي مهمة جدا. اولا فكره انه احنا اشراك الطلبه في حل قضيه هامه جدا وطارئه يمكن على العالم كله، هي قضيه المناخ، دي حاجه مهمه جدا. بس كمان حتى المشروعات اللي خرجت منهم مهمه جدا. عايز اعرف من حضرتك، هل هناك خطوات قادمه لضمان استمراريه هذا المشروع وتطبيقه مش بس على هذا العدد من المدارس، يمكن في كل المحافظات؟ امبارح كان موجود دكتورة رندا شاهين من وزارة التربية والتعليم، وهي كانت مبسوطة جدا جدا بمشاريع الطلبة، واخدت اساميهم وقالت ان هي هتحاول تعرض الفيديوهات دي في الكوب 27 في شرم الشيخ، المؤتمر الدولي عن المناخ. والطلبة بنفسهم كان في كل المشاريع اللي اتنفذت كان في الاستمراريه، كان في موضوع الاستمراريه وازاي مشروعهم يستمر في مدارسهم، مش يبقى مجرد مرحله وخلصت، لكن على مستوى يعني الجمهوريه او على مستوى يعني سياسيا، فاحنا كل مشروع من المشاريع دي عنده طموحات اكثر. يعني مثلا في مدرسه عملت مدار مخصص للدراجات بداخل المدرسه، مسار مخصص للدراجات داخل المدرسه، فهم ياملوا ان الحي يسمح لهم ان هم يكملوا المسار ده في الشارع الرئيسي. اللي في مدرسه عملت زراعه بداخل المدرسه، وكان نفسهم يزرعوا مساحه خضراء بره المدرسه، هي كانت عباره عن رمله كده، ميدان كله رمله، بس هم ما عرفوش ياخدوا ترخيص ان هم يزرعوا الميدان ده اللي خارج المدرسه، فيأملوا ان هم ياخدوا ترخيص يزرعوا مساحات خضراء في الشارع، وهكذا. يعني هم نفسهم ان الموضوع يكبر والسكيل بتاع مشروعهم يكبر، بس طبعا الحاجات دي محتاجه تراخيص وتسهيلات. احنا كمان نأمل الحقيقه دكتور ان صوتهم يوصل، لانه زي ما كنا بنتكلم مع حضرتك، هي مبادره مهمه جدا جدا، وفكره ان الطلبه بنفسهم في السن ده هم اللي بينزلوا عايزين يزرعوا وبيفكروا في مشروعات مختلفه وحاجات مبتكره، وانها كمان هتتعرض في كاب 27، دي حاجه مهمه جدا ومحفزه جدا كمان للطلبه. طبعا طبعا، واحنا بنزرع زي ما بنزرع في الارض، بنزرع في هؤلاء الاطفال قيم المعرفه الخاصه بالقضيه الاهم في العالم كلها، قضيه تغير المناخ. بشكرك يا استاذه هبه، الأستاذة هبة حمبوتة، منسق مشروع مدارس المستقبل في معهد جوته الإسكندرية، والمشرفة أيضا على مبادرة أبطال البيئة، مبادرة مهمة جدا. شكرا جزيلا لحضرتك.